الفيديو ده هنقول لكم فيه الخلاصة بتاعة خبرة فقدان 60 كيلو دهون. والحقيقة صاحب الخبرة دي هو جوزي اللي أنا عشت معاه التجربة من أولها لآخرها، واللي قدر يخس من 142 كيلو ل 80 كيلو. علشان كده النهاردة أنا كنت حريصة جدا أن أنا أنقول لكم التجربة بكل حاجة فيها، إيه الأدوية الغلط جدا ومينفعش نستخدمها، إيه الأكل وإيه الرياضة، كل حاجة هنقولها لكم بأمانة جديدة ومن غير تزويق. وآخر حاجة هقول لكم السر اللي ما ينفعش يعني يفوت عليكم، واللي لو أنتم ما عملتهوش مش هتخس ولا نص جرام. يلا نبدأ الحلقة. وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات الطبيه واجاوب على اسئلتكم في الكومنتات. في الفيديو ده هكلمكم عن اهم 4 نقط تعملوها علشان توصلوا للنتيجه المثاليه دي. اول حاجه الاكل، تاني حاجه الرياضه، ثالث حاجه الادويه والاعشاب، رابع حاجه النقطه الاهم. اول حاجه نقطه الاكل، والاكل دي تعتبر من اهم النقط ونقطه مهمه جدا، لان تظبيط الاكل بيخليك تخس وبيخليك تنزل في الوزن. لكن لو عملت كل حاجه واخدت ادويه من غير ما تظبط اكلك يبقى انت كده مش هتلاقي اي نتيجه. مفيش جدول اكل معين او ترتيبه معينه المفروض تعملها، لكن ببساطه وبشكل بسيط جدا كل ما تاكل اقل وتاكل بشكل صحي كل ما هتخس اكتر. بالتالي مش محتاج تسمع تجربه مش عارفه مين والشيخة المغربية والدكتور أوز، انت محتاج بس تظبط اكلك بشكل صحي. الحسبة ببساطة يعني انت محتاج كم كالوري وبتاكل كم كالوري. يعني انت على سبيل المثال لو محتاج 2000 كالوري في اليوم، وده النسبة العالمية او نسبة المتوسط العالمي، لو انت اخدت 1000 كالوري اقل منها اكيد هتخس. اما لو انت اخدت 3000 كالوري وده اكتر منها طبعا هتزيد. اما لو اكلت 2000 كالوري في اليوم زي النسبة اللي انت محتاجها وزنك هيبقى ثابت ومش هيبقى فيه اي تغيير. وبالتالي قاعدة عامة كده ان المفروض الفطار يكون اكبر وجبة في اليوم، وتاني وجبة تبقى الغداء، اما العشاء ده المفروض نلغيه خالص او يبقى حاجة بسيطة جدا، احنا مش محتاجين العشاء طالما الفطار كويس وطالما الغداء كويس جدا. نقطة تاني، في اكلات مهمة جدا للناس اللي بتعمل دايت لازم يكونوا حريصين انها تكون موجودة في يومهم. على سبيل المثال البروتينات بشكل عام، اول حاجة البيض، تاني حاجة الفول والبقوليات، تالت حاجة اللحمة والفراخ البيضة، رابع حاجة زيت الزيتون بس برضو خدوا بالكم لانه ده زيت يعني برضو فما نكترش فيه، خامس حاجة اسماك السلمون ودي مهمة جدا. طيب في الفطار من الحاجات المتفق عليها جدا وانها كويسة جدا، اول حاجة العسل الابيض لان هو بيساعد في زيادة الحرق، تاني حاجة الزبادي لانها بتساعد في تحسين الهضم بشكل كبير. وبالتالي امثلة للفطار المفروض تكون موجودة في يومك البيض او الجبنة او الزبادي او العسل او الفول. اما بالنسبة للغدا فالمفروض يكون عبارة عن بروتين كمية كبيرة جدا، وبعدين خضار كمية اقل، واخر حاجة النشويات او الدهون، وطبعا ما ننساش السلطة. ليه بنقول ان احنا محتاجين بروتين كتير؟ لان البروتين كتير بطبيعته حتى في اثناء هضمه بيعلي الحرق بشكل كبير جدا، وبيرفع حاجة اسمها RMR وهو متوسط الحرق الطبيعي للشخص في اثناء فترة الراحة ومن غير ما يكون بيعمل مجهود. تاني حاجة لما انت بتفقد وزن او بتفقد كمية دهون، البروتين بيساعد على انك بدل ما تنزل عضل تنزل دهون، وبالتالي فان انت تاخد نسبة بروتين كويسة ده بيفيدك جدا جدا في نظامك الغذائي. اما تاني حاجة بالنسبة للنشويات او الدهون، عمرك ما تمنحها او تقطعها او تكون فاكر ان انت لو قطعتها ان انت هتخس بقى وهتبقى مظبوط وزي الفل، لان انت كده بتدخل الجسم في حالة فات ستارفيشن او مجاعة، وبالتالي اول ما بتيجي تاخد وجبة فري او اول ما بتاخد بريك هتلاقي الجسم على طول يبدأ يخزن الدهون بشكل سريع جدا اسرع من الطبيعي، وتتخن على وجبة واحدة من 2 ل 3 كيلو. طبعا مش محتاجة اقول لكم انه الشوكولاتات او الجاتو او الحاجات الحلوة دي كلها ممنوعة في الدايت لانها بتعتبر empty calories، يعني calories داخلة الجسم مش بيستفاد بيها خالص وتعتبر فاضية جدا، فيفضل نمنحها اثناء الدايت. لو حصل عك يعني وده يعني في اقصى الظروف، يفضل انك لو عكيت تعك الصبح، لان لما بتعك الصبح او بتلخبط في نظام اكلك الجسم بيحاول يحرق اللي انت لخبطته بالليل. اما لو انت
عكيت بالليل، فالجسم بيخزن الاكل كله ويحوشها في صورة دهون من غير ما يحرقها او يعمل لها اي حاجة. دي نيجي لنقطة العشاء، وهي نقطة مهمة جدا. زي ما قلت لكم العشاء يفضل لو عايزين نتيجة كويسة جدا جدا ونتائج ممتازة لازم نلغي خالص وجبة العشاء، او لو انت جعان جدا ممكن تاخد مثلا تفاحة، ده يعتبر حاجة كويسة جدا، لكن يفضل ان انت تمنع العشاء او تقطعه علشان تشوف نتائج ممتازة. نيجي لتاني اهم نقطة في النظام بتاعنا وهي الرياضة. الرياضة هي العمود الفقري للدايت بتاعك او العمود الفقري للرجيم. طيب سؤال مهم، ليه الرياضة مهمة جدا؟ اول حاجة الرياضة بترفع معدل الحرق، بتخلي الجسم شكله حلو جدا، بتخلي مفيش ترهلات او مفيش اللي هو الكلاكيع، لما تيجي تخس بيبقى شكلك كويس جدا، مش بيبقى فيه شكل ارهاق او مرهق او وشك مصفر، لا بالعكس بيبقى جسمك كله صحي جدا جدا. تاني حاجة مع فترات الدايت الكبيرة طبيعي مع الحرمان بتحصل حالة اكتئاب، او بيحصل يعني زي بتبقى مخنوق من الاكل وكل حاجة، فالرياضة حاجة حلوة جدا جدا علشان تقدر تطلع فيها طاقة سلبية، وفي نفس الوقت يعني لما تعمل رياضة كده تنبسط شوية وتطلع طاقة. تاني حاجة رياضة الهيت او الهاي انتنسيتي انترفال ترينينج. رياضة الهيت دي يا جماعة ممتازة جدا جدا، اول حاجة لانها صحية جدا ومفيدة للقلب، بترفع معدل الحرق بشكل رهيب، حتى بعد ما بتوقفها الجسم بيفضل يحرق لفترات طويلة. طيب الهاي انتنسيتي انترفال ترينينج او الهيت دي بتتلعب ازاي؟ لازم تتلعب بشكل متقطع. يعني ايه؟ لو انت مثلا بتمشي بسرعة معينة هتمشي وبعدين تبدأ تسرع شوية، بعدين تجري خالص وتقلل، وهكذا يعني حاجات متقطعة. تالت حاجة نيجي بقى لفقرة الأدوية والأعشاب، ونبدأ بالأدوية. الحقيقة الأدوية سوقها كبير جدا وتوه جدا، وعشان كده أنا قسمتهم حسب ما جربنا فيهم لنوعين من أنواع الأدوية. أول حاجة الأدوية المستوردة، وتاني حاجة الأدوية المحلية. اول دواء معانا وهو اسمه اللايبوسكس، واللايبوسكس من اشهر الادوية الموجودة في العالم، وفيها 6 مواد حاليا تقريبا، بقوا 5 مواد شالوا منهم مادة فيها مادة الكافيين بتركيز كبير جدا، وعلشان كده اللايبوسكس يعتبر من اقوى الفات بيرنر او من اقوى الادوية الموجودة اللي بتساعد في التخسيس، في منه للسيدات وفي منه للرجال وتركيزات كتيرة، هتلاقوه في الصيدليات الكبيرة زي العزبي وسيف موجود، يعني انصحكم تجربوه لان هو دواء كويس لو ما فيش عندكم مشكلة في الضغط. تاني حاجة الهيدروكسي كات، والهيدروكسي كات برضو من الفات بيرنر المشهورة جدا، في تقريبا 20 مادة فعالة اهمهم الكافيين، وعلشان كده برضو بيساعد اثناء رحلة الدايت او رحلة التخسيس على رفع معدل حرق الدهون. تالت حاجة دواء اسمه لايبورديكس، وده كان من اشهر الادوية الموجودة في امريكا، لكن طبعا مستواه انخفض بالنسبة لللايبوسكس والهيدروكسي كات. العلبة بتاعته تقريبا بيبقى فيها 72 حباية، وفي تركيبة كويسة جدا وتجميعة كويسة جدا لحرق الدهون. دي كانت اشهر الفات بيرنر الموجودة في السوق، علشان ما تتهوش، ولانه يعني سوق التخسيس كل يوم بيبقى فيه دواء جديد، لكن دي اشهر فات بيرنر استخدمناها وجابت نتيجة كويسة. ندخل بقى في الادوية الصيني المستوردة. اول حاجة دواء اسمه ماجرم دايت، والحقيقة ماجرم دايت ده خلاصة 4 اعشاب صينية، وبرضو فيها 30 حباية العلبة بتاعتها، وبتستخدم حباية في اليوم. تاني حاجة دواء اسمه 7 سليم، والدواء ده فيه 20 حباية، ويعتبر فيه بس مادتين من الاعشاب الصينية، ويعتبر زي الماجرم دايت برضو. في دواء تاني مهم اسمه CLA او الكونجوجيتد لينوليك اسيد، وده حمض موجود في اللحوم، والمهمة بتاعته ان هو يحول الفاتي اسيد او الدهون لانرجي او طاقة، وبالتالي الرياضيين بيستخدموه علشان يطلعوا طاقة من الدهون، وده امن وبيستخدم على مستوى العالم كله. في دواء تاني اسمه كليمبترول، وده 200 حباية، لكن الدواء ده من اخطر الادوية وليه سايد افكتس وحشة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هو موسع للشعب برونكودايليتور، فيعتبر بيجيب نتيجة لكن هو ضار جدا جدا. لكن بالنسبة للأدوية اللي هي زي 7 سليم والأخطر على الإطلاق الكليمبترول، أنا ما انصحكمش أبدا أن أنتوا تستخدموهم، لكن أنا حبيت أقول لكم عليهم من باب أن أنا قلت لكم أن أنا هنقول لكم التجربة كاملة بكل التفاصيل بتاعتها. أما
بالنسبة للأدوية المحلية أو المصنعة في بلدنا، هم في دوائين رئيسيين. أول حاجة الكروماكس. الكروماكس فيه مادة مشهورة واسمها جارسينيا كامبوجيا، ودي من أشهر المواد اللي بتساعد في التخسيس على مستوى العالم، والمادة دي هتلاقيها بس في الكروماكس، وعلشان كده يعتبر دواء كويس جدا جدا ومفيد جدا في الخسسان. تاني دواء معانا وهو دواء الأورلي، والأورلي ممتاز جدا جدا لأن هو بيمنع نسبة كبيرة جدا من الدهون انها تتهضم، وبيوقف الانزيم اللي بيساعد على كسر الدهون، وبالتالي بينفع قوي في الوجبات الفري او في العزومات، او لو انت هتاخد وجبة تقيلة المفروض الاورلي يكون معاك. نيجي لتاني نقطة وهي نقطة الأعشاب والافتكاسات التانية. الأعشاب بصراحة هو عبارة عن عالم من النصب، لكن خليني أقول لكم على شوية حاجات كويسة، وهقول لكم برضو على الأعشاب الضارة والملهاش أي لازمة. أول حاجة القرفة والجنزبيل. القرفة والجنزبيل مهمين جدا 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 وبيساعدوا كده على الحرق، لكن المشكلة انهم طعمهم وحش، وكمان المفروض يعني ما يتشربوش بسكر. فلو قدرت تشرب قرفة وجنزبيل مرتين في اليوم هيكون كويس جدا جدا أثناء رحلة الدايت بتاعتك. تاني حاجة الشاي الأخضر، والشاي الأخضر غني عن التعريف طبعا، والمفروض يكون بنشربه على الأقل 3 مرات في اليوم. تالت حاجة الكافيين، والكافيين بطبيعته موجود في معظم أدوية التخسيس، وخاصة الأدوية المستوردة اللي أنا ذكرتها في الأول، علشان كده ليه ما ناخدهوش من النسكافيه أو من البن؟ ده هيكون مصدر حلو إن أنت تاخد منه كافيين، وفي نفس الوقت إنه هيساعد على رفع معدل الحرق بشكل كبير جدا في جسمك. حاجة تاني زي خل التفاح. خل التفاح مهم جدا جدا، المفروض يتحط على السلطة، عايز تحطه على الفول، على أي حاجة، ملعقة خل التفاح على السلطة هتفرق جدا. لكن انا ما انصحش ابدا انك تحط ملعقه خل تفاح على الميه، ده يعني ده ممكن يضر المعده. لو عايز تستخدمه تستخدمه على اي اكل من الاكل اللي انت هتستخدمه في يومك. اما بالنسبه للاعشاب النصب واللي بيضحكوا بيها على الناس واللي ملهاش اي لازمه، اول حاجه شاي سيكم او شاي رويال، وده انا حذرت منه اكتر من مره، ده ملهوش لازمه، عباره عن شويه اي هبل كده مخلوطين في الكيس، اول ما بتشربهم بس ان هو بينزل كل في معدتك، لكن ملهوش اي لازمه، بالعكس اول ما بتوقفه بيعمل اضرار رهيبه جدا. تاني حاجه شاي حساسين. شاي حساسين برضو نفس الهبل، هو شويه اي هبل كده ما تعرفش جايبينهم منين، حاطينهم مع بعض في كيس، اول ما بتشربهم بتحصل مشاكل كبيره جدا، ولما بتوقفهم برضو بتحصل مشاكل. فانا انصحكم تمتنعوا تماما عن كل الهبل والكلام الفاضي ده. نيجي بقى لأهم نقطة في الفيديو، ونقطة دي هتهم الناس اللي عايزين يخسوا يعني 30 كيلو أو أكتر، لكن انت لو عايز تخس 5-6 كيلو يبقى الكلام ده يعني مش هيبقى مهم قوي بالنسبة لك. لازم تعرف انه رحلة الدايت رحلة طويلة ورحلة صعبة، وهتلاقي فيها تعب كتير ومجهود كتير، ايام هتيأس وايام هتحس ان انت مش قادر وبتقول طب ما انا الاكل مفتوح قدامي واكل وليه احرم نفسي. لازم ما تمشيش ورا نفسك، النفس دايما أمارة بالسوء، والنفس دايما هتفتح لك كل حاجة، لكن انت لازم تجري ورا صحتك. في حاجتين مهمين جدا هيحمسوك أثناء الرحلة. أول حاجة الميزان. الميزان كل ما بيقل بتلاقي نفسك ان انت عندك طاقة أكتر انك تكمل، وان انت مبسوط أكتر وفرحان أكتر بإنجازاتك. كل ما توزن أسبوع كل أسبوع لما هيقل ميزانك، مش عايز أقولك الشعور السعادة اللي هيبقى موجود، وقد إيه هتكون سعيد ان انت حققت انجاز كبير جدا. تاني حاجة موضوع اللبس. اللبس مهم جدا، كل ما اللبس هيبدأ يوسع ده هيديلك حافز وثقة بالنفس اكبر، هتلاقي التيشيرت او القميص او الفستان بتاعك ابتدى يوسع، حتى الساعة هتبدأ توسع، الحزام هيوسع، هتلاقي ان انت بدأت تلبس مقاسات اصغر. الخلاصة ان اهم حاجة في رحلة الدايت بتاعتك هي الارادة والتحدي، ولازم يكون عندك ارادة، ولو مش عندك ارادة اخلقها. افتكر كلام الناس اللي بيضايقك، افتكر الميزان اللي بيعكننك، افتكر اللبس اللي انت نفسك تلبسه ومش قادر تلبسه. اخلق لنفسك دافع علشان تقدر تكمل وتقدر تواصل وما تزهقش، وانا متأكدة ان انت ان شاء الله هتوصلوا لهدفكم، واتمنى جدا ان الفيديو ده يكون عجبكم ويكون افادكم وساعدكم ولو يعني حاجة بسيطة، هكون سعيدة جدا جدا. ارجوكم لو عجبكم الفيديو شاركوه مع كل اصحابكم، ويا رب اشوفكم كلكم خاسين، واشوفكم في احسن صحة واحسن حال. باي باي.